السلام عليكم متابعينا الأعزاء. ترى ما هو السر وراء انحناء هؤلاء الأطباء احتراما وتقديرا لهذه الطفلة الجميلة؟ بالفعل ستبكي، ولكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب حتى نستمر بنشر المزيد من الفيديوهات. تلك هي القصة كاملة، وفي البداية فإن هذا المشهد عبارة عن قصة عظيمة وجميلة لطفلة صغيرة من اليابان في أشد اللحظات على والديها حينما يقومون الأطباء بفصل جهاز التنفس عنها، وبعد نزع جهاز التنفس الصناعي عنها سوف تلقي حتفها بعد لحظات بعد أن يأس الأطباء وفشلت كل محاولاتهم لإبقائها حية، وبعد عمليات استغرقت أكثر من 17 ساعة متواصلة. وهذه الصورة تحمل في طياتها الكثير من المعاني السامية التي كادت أن تختفي في مجتمعنا اليوم، فقد قام الأطباء بالانحناء إلى هذه الطفلة تقديرا لها ولتوديعها أيضا للخطوة الجميلة والحسنة التي قام بها والدان تلك الطفلة، لأنه في أقل من ساعة قد يعيش طفلان آخران حالتهما خطيرة ويحتاجون إلى كبد وكلى، وسوف يقوم الأطباء بأخذ الكلى والكبد الخاص بهذه الطفلة الجميلة لإنقاذ حياة طفلين آخرين. سبحان الله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل إنه من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك من عظمة لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفينا جميعا وتمدنا بالصحة والعافية. اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا، اللهم اشفنا، اللهم اشفنا، اللهم آمين. يا إلهي، اسمك شفائي وذكرك دوائي وقربك رجائي وحبك مؤنسي ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخرة، وإنك أنت المعطي العليم الحكيم. اللهم نسألك بصفتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسماءك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أنت تشفي كل مريض وتعافيه بحولك وقوتك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وسائر مرضى المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى أهله أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تسمع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك، ويمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة.